تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام خلال 3 أسابيع من شهر أكتوبر الجاري، تمكن من انتزاع 77 لغما مضادا للأفراد وأكثر من 3000 لغم مضاد للآليات و 1817 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 5156 لغما. يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 11785 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن. أشاد مبعوث الأمم المتحدة